لحضراتكم تابعوا الحلقه النهارده كويس جدا جدا، لان وارد في اي لحظه على مدار الحلقه كده نعلن عن خبر سعيد لجمهور النادي الاهلي، وارد لغايه الامور بس تخلص بشكل رسمي. مش هقول بخصوص مين، ممكن حضراتكم تكونوا متابعين وعارفين يعني، لكن وارد ان احنا نعلن عن شيء رسمي بيخص النادي الاهلي على مدار حلقه اليوم، يعني على مدار دقائق ساعات قليله جدا جدا ممكن يكون في خبر سعيد ان شاء الله باذن الله بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. دايما قناه النادي الاهلي ما بتعلنش عن حاجه غير لما بتخلص بشكل رسمي ايا كانت ايه هي الحاجه دي، يعني احنا مش بنقول على شيء معين، لكن تابعوا المهم الحلقه النهارده عشان ممكن يكون في جديد. نتمنى دايما كل التوفيق للنادي الاهلي في كل الامور اللي بيمشي فيها المسؤولين في النادي الاهلي بخصوص الفريق الاول لكره القدم، كل الفرق داخل القلعه الحمراء، كل الامور الاداريه الانشائيه، اي حاجه بتخص النادي الاهلي دايما نتمنى نجاح المسؤولين في اتمامها ان شاء الله بشكل جيد.